بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه النبيين والصديقين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. في البداية، كما يقولون، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى جمهورية مصر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، ونخص بالذكر وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ممثلا بمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع الإخوة والأخوات وأصحاب السماحة والمعالي والفضيلة الحضور أجمعين، وإخواني وأصدقائي ومشايخي وأساتذتي العلماء الذين معي على هذه المنصة. وحقيقة لقد سعدت بالاستماع إلى كلمات أصحاب الفضيلة العلماء السادة الأجلاء حول موضوع الحوار، ولم يبقي المتقدم للمتأخر من الحديث شيئا، فقد أسهبوا وبينوا وأطنبوا في بيان الحوار ومعناه وآدابه وغاياته ووسائله واستثماره، وكيف يكون الحوار سببا ووسيلة من أسباب ووسائل التعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات. ولكني سأذكر في هذه العجالة والأمسية الطيبة أركز على نقطة ذكرت كثيرا ولكنها لا بد أن تجلى أكثر. الحوار أيها الإخوة أصحاب السعادة العلماء الأجلاء والأخوات الفضليات، الحوار ليس غاية بحد ذاته كما ذكر السادة المتحدثون، وإنما الحوار وسيلة من الوسائل، فهو وسيلة من وسائل الدعوة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحوار لا بد له من غاية ورسالة نؤديها، فنحن لا نتحاور من أجل الحوار، لا نتحاور من أجل الحوار فقط، بل نريد أن نخرج من حوار الطرشان الذي يتحاور فيه المتحاورون ويتجادل فيه المتجادلون، ولكنهم حينما ينفضون عن الحوار والجدال لا تكون هنالك أي نتيجة من هذا الحوار ولا من هذا الجدال. ولذلك اصطلح العلماء على تسمية العلم الذي يعين على المحاورة ويعين على الجدل بعلم كامل. هنالك علم كامل، وليس مبحثا في علم ولا صفحة، وإنما علم كامل يدرس اسمه علم آداب البحث والمناظرة. هذا العلم هو علم يقتدر به على فن التحاور بين المختلفين والمتحاورين والمتناظرين، فقد وضع شروطا وضوابط للحوار. إذا ما اتبعت هذه الشروط وهذه الضوابط فعندئذ لا بد أن يكون الحوار منتجا وفعالا. ولذا ينبغي للمحاور أن يستحضر في ذهنه قضية ما يريد إيصالها للآخرين. لماذا نتحاور؟ لا بد أن يكون لديك قضية ما تريد أن توصلها للآخرين، تريد أن تقنعهم بها وتدفع الشبه والإيرادات الواردة عليها حتى يكون هنالك هدف لهذا الحوار. ولذا لا يجوز ولا ينبغي أن يتصدى للحوار إلا من يكون أهلا لذلك،
حتى لا يفسد أكثر من أن يصلح، ولا بد له أي المتحاور أن يتحلى بالعلم وأن يتمتع بشخصية قوية، وأن تكون له الملكة في المحاورة كما كانت تلك الملكة عند سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، حينما حاور قومه وأراد أن يقنعهم بأن الأصنام التي يعبدونها لا تستحق أن تكون آلهة. لم يأتي إليهم مباشرة ليسفه آلهتهم أو أن ينتقد آلهتهم، وإلا لم يستمع إليه أحد ولن يقتنع بكلامه أحد. كيف كانت محاورته لهم؟ لنستمع إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يصور لنا تلك المحاورة التي أصبحت تدرس في الكليات والجامعات. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. وكثير من القراء والمفسرين يقرؤون هذا بصيغة الاستفهام، وهي مقدر أهذا ربي، لأن حاشا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يكون مقرا بأن هذا الكوكب إلها أو ربا. ولذلك سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حينما عرضت عليه محاورة سيدنا إبراهيم مع قومه قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم، وحاشا سيدنا محمد أو سيدنا إبراهيم أن يكون أحد منهم شاكا في وجود الخالق سبحانه وتعالى أو في صفة من صفاته العلية سبحانه وتعالى. وإنما كان هذا أسلوبا من أساليب المحاورة والإقناع. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. لأن القمر فيه فوائد أكثر، القمر نستنير به، نستدل به، نمشي في ضوئه. إذن لو لم يكن الكوكب الأول مستحقا للإلوهية والربوبية فإن القمر أكثر فائدة. ولذلك لما أفل وغاب كيف يكون للرب الذي يرعى ويربي عياله ويربي خلقه أن يأفل؟ وذلك الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وإلا لما كان ربا سبحانه وتعالى. فإن الرب هو المربي، وهو الذي ينقل عباده من مرحلة إلى مرحلة بلطف وعناية. لو كان هذا الرب آفلا يغيب في بعض الأوقات وفي بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة لن يستطيع أن يكون ربا وإلها. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال إني بريء يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وحاجه قومه. الآن تبدأ المحاجة. إذن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له هدف وغاية ورسالة أراد أن يوصلها لقومه من خلال هذه المحاورة. ولذلك نحن نرى كثيرا من المحاورات الفاسدة التي لا تنتج، لأن كل واحد من المتحاورين ليس لديه هدف معين يريد أن يوصله، وإنما كل واحد هدفه أن يخطئ الآخر مهما كان صوابه. ولذلك نرى كثير من المناظرات التي تكون على شاشات الفضائيات وعلى غيرها تنتهي بخصومات، مع أن المحاورة لابد أن تنتهي بنقاط توافق بين المتحاورين، لأن كل واحد منهم لابد أن يسلم لخصمه حينما يرى أن الحق معه. ولذلك إذا لم نتبع هذه الأساليب الصحيحة من المحاورات التي تنتج
وئاما وتنتج سلاما وتنتج توافقا بين الآخرين. ونحن في الأردن حقيقة كان لنا دور بارز في الحوار الذي يهدف إلى بيان صورة الإسلام. إذن عندنا كان هدف وغاية، في هدف معين من الحوارات التي نعقدها أن نظهر الإسلام ناصعا بصورته الصحيحة، بصورته الحقيقية التي شوهت وتشوهت على أيدي كثيرين ممن لم يفقهوا الإسلام حق المعرفة. فكان لنا عدة مبادرات، من ذلك مبادرة رسالة عمان، رسالة السلام، الرسالة التي وضحت معاني الإسلام الصافي النقي. والإسلام لا يكون إلا كذلك، لا يوجد عندنا إسلامين، لا يوجد عندنا إسلام صافي وإسلام غير صافي. الإسلام لا يكون إلا صافيا، وإنما الخطأ فينا نحن المسلمين كيف نعرض هذا الدين للآخرين. ولذلك نحن نقول أن أجدادنا من الصحابة والتابعين قد أدخلوا الناس في دين الله أفواجا بحسن تعاملهم، ونحن اليوم أخرجنا الناس من دين الله بسوء تعاملنا. ولذلك حينما نفقه هذه المعاني، معاني الإسلام الحق والصحيحة، كانت رسالة عمان التي أطلقها جلالة الملك في رمضان من عام 2005 رسالة لقيت قبولا عالميا عالي المستوى، وضحت معاني الإسلام. الإسلام ليس فيه تطرف وليس فيه تحلل، لا تحلل ولا انحلال، نحن نبحث عن الإسلام الوسطي الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال الله تبارك وتعالى في حق هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة أمة الخيرية التي أراد الله لها أن تكون خير أمة بين الناس. لذلك انطلقت بعد ذلك كلمة سواء بيننا وبين أهل الكتاب، كما أراد الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وبعد ذلك أيضا هنالك مبادرة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، وهذا الأسبوع أيضا أصبح أسبوعا معترفا به من الأمم المتحدة، وهو الأسبوع الأول من شهر شباط من كل عام. مثل هذه الدعوات وهذه الحوارات التي أنتجت حقيقة وئاما وفهما صحيحا، وأرست مبادئ التعامل والتعايش المشترك بين بني البشر. وذلك الله تبارك وتعالى حينما خاطب الناس قال: يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها المؤمنين ولا يا أيها المسلمين ولا يا أيها المتقين كما في كثير من الآيات الأخرى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. طب لماذا جعلتنا يا رب شعوبا وقبائل؟ قال: لتعارفوا. فالتعارف سنة إلهية كونية أرادها الله سبحانه وتعالى منا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون من الذين يبشرون ولا ينفرون ويعطون الصورة الصحيحة للإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا محاورين بأخلاقنا، محاورين بأحوالنا. فقد يكون الحوار بالخلق والحوار بالتعامل أعظم من الحوار باللسان. ربما لسانك لا يكشف عما في قلبك ولا يكشف عن حالك، ولكننا بأحوالنا بأفعالنا بأخلاقنا قد نؤدي رسالتنا التي يريدها الله تعالى منا أكثر من أقوالنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.